السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي على اليوتيوب. اليوم أحبائي معنا خبر مميز جدا، لأن وصلنا 4000 مشترك. أول شيء حابب أوجه شكر خاص جدا لكم واحد واحد، دعمكم تعليقاتكم مشاركاتكم هي اللي جعلتنا نوصل لهذه المرحلة الرائعة. طبعا سواء كنت متابع من البداية أو انضميت لنا في هاللحظات من جديد، وجودك هنا بيعني لي الكثير أنا شخصيا. ولكن بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك، بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك، وكل خطوة للقناة هي بفضل الله ثم بفضلكم أنتم أحبتي متابعين ومتابعات قناتي على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. جدا أنا فرحان اليوم وسعيد أني معكم، بقدم لكم النجاح، بقدم لكم 4000 مشترك على قناتنا اللي بلشنا فيها من الصفر، وخطوة المليون تبدأ بمشترك واحد. خلينا نبدأ مع بعض طبعا، اللي هو مراجعتنا للقناة، وين كنا وين صرنا. أهلا وسهلا فيكم، خليكم معنا. طبعا أحبائي في بداية قناتي كنت أحكي معكم عن السفر، المغامرات، الأطعمة، والآن تطورنا أكثر وصار عندنا محتوى متنوع عن الشخصيات التاريخية، الشخصيات الفلسطينية، الشخصيات العالمية والأحداث العالمية. هاي المرحلة كانت مليئة بالتجارب الرائعة، حكينا عن ناس ما كنت عمري بحياتي بفكر إنه ممكن أحكي عنهم، أو ممكن إنه هذا الموضوع يستجذب انتباهي، ولكن الموضوع كان جدا حساس ولازم نحكي عنه، ولازم نحكي عنه بطريقة محايدة مهنية، من غير ما إنه إحنا يعني نيجي على حدا، ومن غير ما إنه إحنا نيجي على مبادئنا وثوابتنا، لأنه بالنهاية إحنا من وين ما بننسى أصلنا. كل لحظة من لحظات هذه المرحلة كانت مليئة بالتحديات، لكن بفضل دعمكم، بفضل وقوفكم لجنبي، بفضل تعليقاتكم، بفضل مشاركاتكم، بفضل مشاهداتكم، قدرنا نكمل ونقدم لكم محتوى ملهم ممتع ومفيد. لأنه كما قلنا بالمرة السابقة، أنت مسؤول أمام الله إنك تقدم محتوى يفيد المشاهد. طبعا أحبتي هذه فقط هي البداية، في المستقبل حتشوفوا إن شاء الله حلقات جديدة عن شخصيات تاريخية وأيضا أحداث عالمية، وأيضا كمان بالإضافة لمزيد من المحتوى المميز حول السفر والمغامرات، وكونوا مستعدين لحلقات فيها إبداع وابتكار أكثر باستخدام الاستوديو الجديد. وكمان كيف أنتم شايفين عمال مستخدم كاميرتين، الإضاءة، الصوت، نتطور شوي شوي، دعمكم مشاهداتكم ما بدي منكم غير هيك، وبدي أهم شيء تعليقكم. إذا بتشوفوا شيء مو مناسب على القناة، حاجة ما بتشوفوها مناسبة، بتشوفوني بقدم محتوى مش مفيد، بدي منكم تعليق، اكتبولي، اكتبولي أنت نسيت طريقك، نسيت أنك أنت وين رايح. أنا بهمني أكيد رأيكم، وبهمني أكيد تعليقاتكم. وأكيد يا حبايب إذا في عندكم أفكار، مواضيع حابين نتناقش فيها بالحلقات القادمة، ما تترددوش تكتبوها في التعليق تحت، وأكيد أنا إن شاء الله رح أجهز عنها حلقة مناسبة تنال إعجابكم وتكون ترقى لمستوى فكركم ولوقتكم اللي أعطيتوني إياه. لأنه لما بتمنحوني وقتكم لازم أمنحكم المعلومة، وأمنحكم حلقة فيها الفائدة، فيها الخير، فيها المحبة، فيها رسالة إنسانية، رسالة مش رح تتغير، لأنه الإنسان مش رح ينسى أصله، مش رح ينسى من وين هو، مش رح ينسى فكرته وليش بلشنا في القناة، بلشنا فيها عشان نقدم محتوى مفيد ويرقى إلى عقول المستمعين والمتابعين. طبعا في آخر هالفيديو لا تنسوا، بدي أذكركم إنه رح يكون في عنا سحب لما نوصل 5000، لما نوصل 5000 متابع على القناة رح نعمل السحب على $50. هذه $50 رح نبعثها لشخص واحد اللي رح يتم اختياره بشكل عشوائي من خلال برنامج، مش رح اختاره أنا، البرنامج رح يختاره، رح نختاره سوا على بث مباشر في فيديو رح نصوره، رح يكون عندكم، رح تتابعوه وتشوفوا كيف تم اختيار هالشخص اللي ربح معنا $50. طبعا حبايبي هنا بدي أقرأ من الشاشة علشان أكون دقيق في المعلومات، حنحولكم $50 عن طريق البيبال، عن طريق بنك فلسطين أو مونوجرام، أو عن طريق الويسترن يونيون، أو عن طريق جيفت كارد، بأي طريقة بتحبوا توصلكم هالفلوس رح توصلكم. $50 رح تكون من نصيبك أو من نصيبك أو من نصيبكم، لأنه رح يتم السحب عليها بس نوصل 5000 مشترك.
طبعا راح تسألوني كيف ممكن أدخل على السحب وكيف ممكن أربح $50. تعال أقول لكم كيف ممكن تدخل على السحب. علشان تدخل على السحب لازم تكون عامل الخطوات التالية: 1 مشترك بالقناة، 2 عامل شير لأقل شيء 3 فيديوهات من فيديوهات القناة، تعملها شير مشاركة، فيديوهات من الفيديوهات الطويلة مش الشورت تعملها مشاركة، تمام؟ غير هيك تكون معلق على فيديو من فيديوهات هذه القناة. طبعا احنا رح نعمل السحب على 10 فيديوهات، فاذا انت بتكون مشترك ومشير 3 فيديوهات وعامل تعليق على 10 فيديوهات، فهذه الفيديوهات تم اختيارها، ممكن يكون عندك 10 فرص انك تربح هذه $50. كل شكر والمحبة لكم، أكيد بتمنى لكم ليلة سعيدة، وقت سعيد، وبتمنى لكم صباح مليء بالخير، وبتمنى لكم كل المحبة والأمل. شكرا لكم على متابعتنا بقناتكم اللي ما بتحلق إلا بوجودكم، كل الشكر والمحبة. ومرة ثانية بشكركم من كل قلبي لدعمكم، لمشاركتكم، لتعليقاتكم ولاهتمامكم، أكيد لأنه اهتمامكم وتعليقاتكم السلبية اللي حكينا عنها المرة اللي فاتت هي سبب للنجاح، لأنه لما أنتم تعطونا ملاحظة هي أفضل من المدح. لما تعطونا ملاحظة تقولون أنه في عندك مشكلة في كذا، هذا الإشي اللي بيخلينا إحنا نتطور، أنه ننجح، أنه نتقدم، أنه نحسن، وأنه نظبط الأمور أحسن وأحسن. مرة ثانية وأخيرة بشكركم على الدعم من كل قلبي، وإن شاء الله نواصل ونحتفل معكم بالمزيد من النجاحات، ورح نحتفل مع بعض إن شاء الله بال5000 مشترك قريبا، ورح نعمل السحب علشان نربح واحد فيكم $50 اللي حكينا عنها. حبايبي متابعين ومتابعات قناتي على اليوتيوب، انتوا عائلتي الثانية، بدونكم ما كان أي شيء من هذا ممكن. كان معكم هارون رشيد، ونلتقي في حلقة قادمة وفيديو آخر، انتظرونا وكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.